بهدف محمد صلاح منتخب مصر يعود بالتعادل الإيجابي أمام غينيا بيساو بمباراة تحت عنوان كبرياء منتخب مصر. منتخب مصر في الشوط الأول أداء متواضع من لعيبة المنتخب الوطني، ودي رسالة واضحة لكل لعيبة الدوري الممتاز. أي لعيب يقول لك عاوز 10 مليون جنيه، والله ما في لعيب في الدوري المصري يستاهل 5 مليون جنيه. ولكن مع بداية الشوط الثاني نزول إمام عاشور واحمد السيد زيزو بيلعب في الجبهة اليمنى، ومنتخب مصر بضغط عالي، بضغط بشخصية البطل، بضغط بشخصية ان انت حسيت ان انت ما كنتش موجود في المباراة في الشوط الاول باسم مصر. ولكن في الشوط الثاني شفنا ضغط، شفنا فرص ضاعت، شفنا محمد صلاح بيسجل الهدف الاول للمنتخب الوطني، بتنتهي المباراة امام غينيا بيساو المتواضع جدا بالتعادل الايجابي. ولكن ما زالت مصر في صدارة المجموعة، حلم الصعود لمونديال كأس العالم يراود جماهير الكرة المصرية ولعيبة الكرة المصرية. كل التوفيق لحسام حسن ولعيبة المنتخب الوطني والوصول لنهائيات كأس العالم إن شاء الله. مصر قدمت شوط أول ضعيف، ولكن في الشوط الثاني أثبتت اسم مصر في الهجمات، ومحمد صلاح أحرز هدف. ماركة محمد صلاح مع ليفربول ماركة أهداف محمد صلاح العالمية. كل التوفيق لحسام حسن وللعيبة المنتخب فيما هو قادم إن شاء الله.